بعد بقى البهدله اللي حصلت في المهمه الثانيه، بس برافو عليكم مالك وحلوله. تعالوا بقى على طول نخش على الاختيارات. جاهزين؟ برضو الصغيرين بس اللي هيجاوبوا، وافكركم ان انتوا عندكم وسائل مساعده. السؤال للاسره دي الاول. يلا هنا. صناعه الفخار من الصناعات البسيطه ولا الصناعات اليدويه ولا الصناعات الحديثه؟ فخار الحديثه. لا هي اليدويه بس يا ماما، احنا سامعينك كلنا، فاهمه؟ ما تحاوليش تسمعي حركات دي. ماشي اوكي. الاسره دي يلا بينا. صناعه الالات من الصناعات الحديثه ولا الصناعات البسيطه ولا الصناعات اليدويه؟ الحديثه. ايه ذاكروا انتوا بتذاكروا. اوكي ماشي، نركز في السؤال، نركز يا فيومي. اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الابيض والاحمر بيطلع وردي اللي هو بينك ولا اصفر ولا اخضر؟ بينك. ايوه امال ايه؟ ماشي. هنا بقى اللون اللي بنحصل عليه عند مزج اللونين الازرق والاصفر، هل هو الاحمر البنفسجي اللي هو الموف ولا الاخضر؟ بيربل اللي هو البنفسجي. بيربل اللي هو البنفسجي. هو لا الاخضر. الاخضر ازرق واصفر يطلعوا اخضر. معروفه طول عمرها كده. ماشي اوكي. هنا ايه هو الشيء اللي بيصيح صرخ عند لمسه؟ الجرس، الحيوان، الماء؟ يعني حيوان عند لمسه. حيوان ليه؟ انت عملت له حاجه ده لو عضيته، بس هو الجرس ان شاء الله. اوكي ماشي. شيء يرى وليس له عيون، ايه هو الشيء ده؟ انبوب، المسمار، المرآة؟ المرآة. برافو. طيب بكده نبقى خلصنا اسئلتنا المفروض انها سهله جدا جدا، وسخنا شويه عشان نخش على اللي بعده، واللي بعده ده احلى حاجه انا بحب اتفرج عليها بصراحه من بعيد كده اهو. هنروح على لعبه التوازن، يلا بينا، هنرجع لكم تاني على طول.